السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميع طلبة SMPC2. اليوم غادي نشتغلوا على موديل أناليز 2، وبطبيعة الحال أناليز 2 يعني غادي نشتغلوا على بريميتيف اي انتيغرال، يعني الدول الأصلية ثم التكامل. لأنه يعني باش تحسب التكامل ضروري خصك تكون عارف بريميتيف يعني الدول الأصلية. دونك ناخذوا ديفينيسيون، يعني غادي ندوي بها معليش دونك اون ابيل بريميتيف دين فونكسيون اف ديفيني سور لانتيرفال ابي اوفيرت، لانتيرفال اوفير يعني مفتوح، توت فونكسيون ديريفابل سور ابي دونك لي ديريفي كونكتور دو افيك دو اف سور لانتيغرال. دونك ملي كنقولو مثلا، دونك ناخدو مثلا اف كبيرة، هادي دالة اصلية كنقولو لها بريميتيف، و اف صغيرة اش كنقولها دالة العادية او كنقولو ديريفابل. ملي كدير لها ديريفي، عفوا ملي كدير لها ديريفي، دونك باش نتحولو من دالة للدالة الأصلية اشنو خاصنا نديرو، و باش نتحولو من هنا للدالة العادية. دونك تو سامبلومون ناخذ مثلا كوسينيس اكس. دونك كوسينيس اكس عندنا واحد يعني واحد الميثود اللي كنخدموا، عندنا سينوس كوسينيس موا سينوس موا كوسينيس، سيتادير من هنا لا ديريفي ومن هنا بريميتيف. ملي كنقولوا كوسينيس هي اف صغيره، دونك حنا بغينا اف كبيره، بريميتيف ديالها هي سينوس دو اكس. فوالا مثلا بغينا مثلا اف دو اكس ايتيغال موان سينوس اكس، بريميتيف ديال دونك قراءة من هنا هاد لاسونس، دونك بريميتيف ديالها كوسينوس كوسينوس دو اكس. واضح هاد الامور. الان غادي نشوفو مثلا اف دو اكس ايتيغال مثلا جوج اكس، بغينا الدالة الأصلية ديالها، الدالة الأصلية ديالتها هي كندير جوج فوا إكس على بويسونس أن بليس أن سير هاد الأس اللي كتبنا واحد زائد واحد، اللي غتولي هي جوج إكس أو كاري على جوج، واللي غتعطينا هي إكس أو كاري. فوالا هذا هو الدالة الأصلية، الدالة الأصلية ديال، وإلا درنا لا ديريفي ديال هذا ديريفي ليا هادي، ديريفي اف بريم دو اكس هي جوج، هي اكس او كاري بريم وشناهي هي جوج اكس كنقصو درجة. فوالا هذا هو البريميتيف، هذا هو البريميتيف. نعاودو نديرو شي اكزامبل اخر، مثلا عندنا سيدي ليك اف دي اكس كتقال طروا اكس او كاري بليس طروا اكس، بغينا الدالة الأصلية ديال هاد اف دي اكس، تو سامبلومون غتولي تلاتة اكس او كاري بليس ان سور دو بليس ان سي تخوا بليس تروا اكس ان بليس ان سير ان بليس ان. تمشي معاكم غير دقائق، هي تلاتة اكس على بويسون تلاتة على تلاتة بليس تلاتة اكس على بويسون جوج على جوج، اللي كتعطينا غتشي هادي مع هادي غتعطينا هي اكس على بويسون تروا بليس بليس 3 سير 2 x على بويسونس 2 سي هادي اف دو اكس، هادي الدالة الأصلية. إلا بغيت ندير لها اشتقاق نديرو لها اشتقاق، شوف واش غتعطينا هي الاف الدالة هادي، نديرو لها اشتقاق نتأكد امتحان، بغيت نتأكد x على بويسونس 3 بليس 3 سير 2 x على بويسونس 2 بريم. الله أكبر، 3 x الدالة الأصلية هي هي 3 x على بويسونس 2 بليس 3 سير 2 x على بويسون فوا 2 اتيغا هي 3 x على بويسون 2 بليس غتمشي واحد جوج مع جوج عطيك هي 3 x، دونك هاهي f دو x، دونك f دو x بريم اتيغا هي f دو x. هذا هو البريميتيف ديال دالة ديال الدال. باش نقراو الانتيغرال، الانتيغرال حنا قلنا ان الانتيغرال
الا بغيتي تحس بيه ضروري خص يكون خص تكون تعرف الدوال الاصليه، ولا ما كنتيش تعرف الدوال الاصليه ما يمكنش تحسب الانتيغرال. نعرفوا بعدا كل الانتيغرال اشناو. الانتيغرال ناخذ مثلا سوا نكتبوا يعني اف ان فونكسيون كونتيني سير واحد المجال بي اي واحد السير ناخذ واحد السي مالها واحد النقطه من هذاك الانترفال سي ان بوين مع النقطه اللي في هذاك الانترفال ا اي بي سي كاينه في الانترفال. دونك اش غادي نقولوا؟ غنقولوا اف دو سي دو اكس ايتيغال الانتيغرال الانتيغرال ديال مثلا غناخدو سي نحو اكس ديال اف دو تي دي دو تي. وشناهو حنا مثلا ملي كنقولو اف دو اكس ايتيغال هي الانتيغرال مثلا غناخدو الانتيغرال ار بي ار بي دو اف دو اكس دي اكس اللي هي كتساوي هي اف اكس من الانترفال بي فوالا. دونك هذا هو التكامل، يعني تكامل ال بي اف دو اكس دي اكس ايتيغال هي اف دو بي موان اف دو ا. هذا هو الحساب ديال الانتيغرال. غادي نمشيو نشوفو ناخذ واحد المثال، ناخذ مثال ديال مثلا ناخذ مثلا الانتيغرال سي اكس ديال واحد الكوسينيس دو اكس دي دو اكس اكو ايتيغال الانتيغرال من سي اكس ديال الكوسينيس اكس. قلنا حنا كوسينيس اكس هي البريميتيف ديالها هي السينوس دي اكس، كندير معقوف عك ندير السينوس نديرو هنا عفوا نديرو هنا تي باش ما يبقاوش يتغلطونا. تي كتفاري من سي الاكس دونك كتساوي هي سينوس الكبير هو الاول اكس موان سينوس ديال سي فوالا. ناخدو مثلا مثال اخر هو مثلا الانتيغرال من زيرو جوج ديال مثلا جوج اكس او كاري بليس اكس دي دو اكس كالكي ليا لهاد الانتيغرال. دونك كالك تو سامبلومون لو بريميتيف ديال دو اكس او كاري سي هي دو فوا دو سي كاتر دو فوا دو سي فوالا هي دو اكس على بوسون تروا سي تروا بليس اكس او كاري سير دو كتفاري من زيرو دو. دونك كنعوضو كتولي عندك هي جوج فوا جوج على بوسون تلاتة على تلاتة بليس جوج هي ربعة على جوج موان نعوضو كلشي في زيرو غطيني هي زيرو. دونك عطاك هي عندك هنا سيدي عليك جوج هنا تمنية تمنية في جوج هي سطاش على تلاتة زائد جوج نوحدو المقام سطاش زائد هي ستة سير تروا لي تا كتعطيني هي ستة هي تنين وتلاتين سير تروا. دونك هذا الانتيغرال من زيرو لجوج ديال جوج اكس او كاري بليس اكس دي اكس كيعطينا هاد النتيجة. كذلك غادي نشوفو الانتيغرال من زيرو لبي دو بي اف وان سينوس دو اكس دي دو اكس اكو ايتيغال. دونك سينوس البريميتيف ديالها هي موان كوسينيس كتفاري من زيرو دو بي دونك نعوض هي موان كوسينوس دو دو بي موان مع موان بليس كوسينوس ديال زيرو تو سامبلومون نكالكيليو كوسينوس دو بي كو ايتيغال ايتيغال سي ان ان دونك كوسينوس دو زيرو ايتيغال ان دونك ان موان ان سي زيرو. دونك الانتيغرال de pi, il y a sinus x, d de x est égal à 0.
غناخدو مثلا شي ناخدو مثلا فوالا غناخدو مثلا الانتيغرال من وان تو او من وان تو ديال الان او ديال عفوا ديال الواحد على اكس دي دو اكس البريميتيف ديال واحد سور اكس هو الان دو اكس كيفاري من واحد لجوج دونك هي الان دو جوج موان الان دو وان ايتيغال هي الان دو جوج لان الان ديال واحد سي زيرو تو سامبل من واحد لجوج ديال واحد سور الان دو اكس. ناخدو مثلا شي مثال اخر ناخدو تاني شي مثال اخر مثال اخر مثلا ناخدو مثلا الانتيغرام من زيرو او من واحد جوج ديال واحد سور اكس بليس ان دي دو اكس تو سامبلومون الى عرفتي شنو هي البريميتيف ديالو هو البريميتيف ديالو هو الان ديال اكس بليس ان كيفاري من ان دو فوالا دونك سي 2 ln 2 بلس 1 موان ln 2 ln 2 1 بلس 1 اتيغال هي ln 2 3 موان ln 2 2 اللي اتيغال ln ديال 3 سير 2 دونك الانتيغرال من 1 2 ديال 1 سور x بلس 1 دو دو x اتيغال هي ln ديال 3 سير 2 سي تي سامبلومون الانتيغرال اللي سامبل الى كلاير الانتيغرال مثلا غناخذ مثلا الانتيغرال مثلا من زيرو لبي ديال مثلا ان سور اكس او كاري بليس ان دو دو اكس اتيكال كو اتيكال هذا دونك هذا تو سامبلومون باين ومعروف هو ارك تانجونت ارك دو اكس ليكيفال من زيرو بي دونك ارك تانجونت دو بي موان ارك تانجون دو زيرو دونك حنا غادي نستعنو بالكاليكاتريس ارك تانجون ديال بي سي كوا نردو الكاليكاتريس مزيان دونك نحسبوها او زيرو سي زيرو دونك عطيني هي ارك تانجونت ديال بي الانتيغرال من زيرو لبي ديال ان سور اكس او كاري بليس ان دي دي اكس فهو حسبناه بطريقة هادشي خصكم تشدو بريميتيف ديالو دونك غادي ناخدو واحد الطابلو باش منبقاوش حنا وريناكم كيفاش الطريقة باش كتحسب التكامل والمسائل دونك حنا عطيناكم على الطريقة البدائية مازال غندخلو في طريقة أخرى مثلا غناخدو مثلا واحد مثلا واحد القاعدة كتقول لك أسيدي عليك الانتيغرال من أر بي ديال إف دو إكس دي دو إكس تيغال نقدر نديرو لعلاقة شارل نقدر ندير الانتيغرال من أ سي ديال إف دو إكس دي دو إكس بليس الانتيغرال من سي لبي إف دو إكس دي دو إكس هادي قاعدة علاقة شارل الا كان عندنا لا ميم بورن ا ا دو اف دو اكس دي دو اكس اتيغال زيرو انه نمس البورن اللي جينا درنا الكالكيل غطينا زيرو الا كانت عندنا مثلا موان الانتيغرال من بي ل ا ديال اف دو اكس دي دو اكس راه هي الانتيغرال من ا ل بي ديال اف دو اكس دي دو اكس الا كان عندنا موان الانتيغرال بين ا اف دو اكس كنردوها كنبدل لي بون وكنحيدو اشاره ناقص كذلك نشوفو حوايج اخرى بلاتي نتفكر شي حوايج دونك مثلا عندنا لان من ا ل بي لاندا ديال اف دو اكس دي دو اكس سي لاندا اي كونستون يعني كتكون عندنا لاندا كونستون عندي الحق نخرجها لاندا ا ل بي ديال اف دو اكس دي دو اكس إذا كان عند الانتيغرام من ا لبي لاندا دي اف دي اكس هذه حتى هي قاعده يمكن خصنا نشدو لا شي خاصني نقول
غادي نشرح لكم هاد القضيه ديال اف ديال ا لبي ديال اف دي اكس تيغال دي دي اكس تيغال رون اف دي اكس من ا لبي. راه هنا انا غادي نحط لكم هاد دي فاتونسيون. راه ما ديرش ليا اف ديال ا ناقص اف ديال بي، هادي خاطئ. علاش؟ غنسبقوا البورن الكبير ناقص البورن الصغير، هادي ما كايناش، سيفو. هادي ما طونسيون، علامات تعجب. دونك نمشيو سيدي نشوفو البريميتيف في كل حاله. الى دونك اذا كان عندنا مثلا واحد على اكس ناقص ا، انا ندير لكم هنا اف دو اكس، اف دو اكس هادي هادي الداله الاصليه وهادي الداله العاديه. عندنا واحد على اكس موان ز، دونك واش كنردو البريميتيف ديالي هي الانين ديال فالو ابسولي دي اكس موان ا. عندنا ثاني كذلك اكسبونسيال ديال واحد لاندا اكس بحيث لاندا ديفيرون دو زيرو. اش كنديرو؟ كنديرو واحد على لاندا اكسبونسيال لاندا اكس. عندنا مثلا كوسينيس ديال اوميغا، اوميغا دو اكس، بحيث هاد اوميغا كتخالف الصفر، نقول واحد على اوميغا سينوس اوميغا اكس. ناخذ كذلك سينوس، هادشي اللي قولنا درناه، طبيعة الحال اوميغا خصها تكون ديفيرون دو زيرو. دونك اش غادي نقولو؟ موان سير ام ان سير اوميغا كوسينيس ديال اوميغا دو اكس. ستيلو طفى، ستيلو طفى. بدلنا السيلو، دونك هي اوميغا اكس. كذلك غادي نشوفو واحد، واحد على، شوف واحد على كوسينيس او كاري دو اكس، راه هو واحد بليس طونجونت او كاري دو اكس. لا ميم شوز، الدالة الأصلية ديالو هو طونجونت دو اكس. إين فوا تلقى هادي، ها الدالة الأصلية. كذلك واحد على اكس او كاري، تشي شلنا في أناليز أن، هي أرك طونجونت دو اكس. كذلك كوش كو اس اش، هادشي ما عندناش، ما نشوفوش. دونك غادي ناخدو عفوا واحد على غاسينغ اكس او كاري موان ز، هادي طبيعة الحال هي شنو؟ هي الين لا فالو ابسولي دي اكس بليس غاسينغ اكس او كاري موان ز. فوالا، ثم منساوش واحد على غاسينغ اكس او كاري بليس ان، اللي هو كذلك هي الانين ديال اكس بليس غاسينغ اكس او كاري بليس ان. علاش مدرناش لافال اصلا؟ كلشي بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، دونك كلشي غيخرج بوزيتيف. كذلك منساوش اخر وحده، اخر وحده هي واحد على غاسينغ ام موان اكس او كاري، اللي هي ارك سينوس دو اكس. دونك هادو هما بريميتيف ديال الدوال العاديه. وبالتالي غادي هاد البارتي ان حنا دوينا على، شرحنا لكم على كيفاش كيكون التكامل الدوال الاصليه الى اخره. دونك غادي يبقى لنا البارتي 2، غادي نديرو ليكزيكسيس اون جينيرال حول هادشي كامل، ثم غادي نشوفو حوايج اخرى شونجمون دو فاريابل، غادي نشوفو بزاف ديال الحوايج في الانتيغرال اس 2. تحيه طيبه لكم وشكرا والى اللقاء.